شمس الأهلي لا تغيب عن إفريقيا أبداً، رغم أن الأميرة السمراء استعصيت على الملك المتوج على عرش القارة الأفريقية، لكن هذه المرة الملك يسعى للفوز بالأميرة الأفريقية داخل قلعة النادي الأهلي بالجزيرة. القلعة الحمراء قلعة البطولات تسعى من جديد إلى كتابة تاريخ آخر بالتتويج على عرش القارة الأفريقية وتحقيق رقم قياسي وإضافة رقم قياسي آخر على الأرقام القياسية التي حققها أبناء القلعة الحمراء طيلة السنوات السابقة في البطولات الإفريقية. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم في مصر وفي الوطن العربي الكبير. والحدث الاستثنائي والحدث الكبير نهائي إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي في إياب الدور النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية أمجد الكؤوس الأفريقية. برحب بضيفي في الفقرة الحوارية اليوم من الملعب الأهلي الدكتور طارق الأدور، الناقد والمعلق الرياضي وموسوعة الأرقام. دكتور طارق برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي في ملعب الأهلي النهاردة. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأنا سعيد أن أنا أكون معاك النهاردة في هذا اليوم اللي نتمنى إن شاء الله يكون يوم تاريخي، يوم 9/11/2018 يكون يوم تاريخي، يكون اللقب التاسع، والنهاردة يوم 9 يكون اللقب التاسع إن شاء الله للأهلي بدوري الأبطال الأفريقيا، والماتش الساعة 9 والماتش الساعة 9 كمان. فيعني ربنا سهل يكون رقم 9 ده وش السعادة على النادي الأهلي، والنادي الأهلي إن شاء الله يحقق الإنجاز التاريخي ويحقق اللقب. دكتور طارق، حديث مهم جدا عن مباراة كبيرة، مباراة الأهلي والترجي التونسي، أو بالأحق يعني زي ما بنقول النهاردة هو ملعب الترجي الأرض والجمهور بيستضيف الأهلي في هذه المباراة الكبيرة. لكن بشكل عام قبل ما نخش في تفاصيل هذه المباراة والرؤية الفنية والتحليلية والأرقام النظرية، لأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ومن خلالها تقدر تقول الواقع يبقى إزاي داخل أرض الملعب. بشكل عام خلال الأسبوع الأخير كيف تابعت الأحداث المتعلقة بهذه المباراة بعد فوز الأهلي بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والرؤية الفنية لشكل مباراة العودة في ظل الأحداث الأخيرة والضغوطات اللي ظهرت خلال هذا الأسبوع؟ الحقيقة يعني ما حدث في خلال تقريبا نقول 6 أيام، ما ثلاث مباريات الذهاب وحتى اليوم كلها أحداث سلبية. أول عنصر سلبي هو محاولة إحداث وقيعة بين شعبين المصري والتونسي، ودول شعبين متحبين وأبدا لن تكون كرة القدم أو الرياضة بشكل عام سببا في مشاكل بين دولتين. اللي وقع فيه الإعلام والجماهير والناس والمسؤولين وكل شيء في وقعة مصر والجزائر لدى التقاء المنتخبين في تصفيات مونديال 2010، أنا بعتقد أنه من المستحيل أن يحدث. ليه؟ لأن دائما في الفترة الأخيرة كل ما يحصل بلبلة في أي أحداث دولية بيجي العقلاء ويظهروا من الطرفين، من الطرف المصري ومن الطرف الآخر اللي لعب معاه. حقيقة على الرغم من الأحداث السلبية اللي كان منبتها ومنبعها للأسف، بقول للأسف، من داخل مصر. اوعى تفتكر ان اللي حصل ده من احداث والتفاعل بتاع النادي الترجي والاتحاد التونسي ثم اللجنه الاولمبيه التونسيه كان من وليد الاحداث المباراه، لا، كان تفاعل لما حدث داخل مصر وللاسف من المصريين. البدايه الشراره كانت من الشراره بالبدايه، بدايه من تسريب الفيديو الخاص بوليد ازارو. خلي بالك انا بتكلم كلام منطقي جدا، لو تسالني واحنا دايما وعبر اي مكان وعبر شاشه قناه الاهلي دايما بنؤمن بالمبادئ، والنادي الاهلي هو مدرسه للمبادئ من زمان. لو تسالني على وقعه وليد ازارو، انا من يوم المباراه نفسها طالبت مجلس اداره النادي الاهلي وطالبت جهاز الكره في النادي الاهلي بمعاقبه وليد ازارو. اذا نتفق تماما وجميعا على ان وليد ازارو كان يستحق العقوبه طالما ارتكب عمل كلنا لا نرضاه، سواء للاعب من النادي الاهلي او اللاعب من اي نادي اخر. اتفقنا على ذلك. لكن إيقاف وليد أزارو جاء بأيدي أخرى خالص. يعني أنت عارف أن إيقاف وليد أزارو رغم أننا قلت لك إيه في البداية عشان ما حدش يزايد على المبادئ اللي احنا بننادي بيها، إيقاف وليد أزارو جاء خارج اللوائح وقوانين الاتحاد الأفريقي تماما. لوائح وقوانين الاتحاد الأفريقي تنص على الاستعانة بالفيديو في بعض المواقف اللي بيكون خارج إطار اللي الحكم شافه، حكم ما شافش الواقعة، ويكون بناء على شريط المباراة. يعني ايه؟ شريط يعني 90 دقيقة ولا الهايلايتس كمان اللي بعد شريط المباراة؟ شريط المباراة بالكامل، بالكامل، بداية ما يبدأ البث لغاية ما ينتهي البث. إذا شامل كمان الثواني اللي بعد انتهاء المباراة. أنت دايماً الإخراج ما بيقطعش
بعد صفاره ال 90 دقيقه بالظبط. في 30 دقيقه بعد ال 90 بيتشتغل هايلايتس والاعادات الخاصه بالظبط. وكل الاحداث دي بيشتغل على كل هذه الفتره، فبياخد شريط المباراه وبيتابع كل شيء. شريط المباراه لا يحتوي على اي مشكله بالنسبه لوليد ازارو. الهدف ايه برضو؟ الهدف ابعد من كده. يقول لك ايه، ممكن حاجه تتلفق او فيديو يتعمل عليه مونتاج ويتحط حاجه تجاه اي شخص وهي مش موجوده في شريط المباراه فيتم الاخذ بيها بشكل خاطئ. فهذه اللقطه لم تكن موجوده في شريط الفيديو الكامل، شامل ما قبل المباراه، ال 90 دقيقه بتوع المباراه، وبعد المباراه والهايلايتس كله. ما كانش موجود اللقطه دي خالص. انما هذه اللقطه للاسف تم تسريبها من جانب التلفزيون المصري ومن جانب الغرفه المخصصه للفار اللي هي تقنيه الفار بعد المباراه. يعني عايز اقول لك انا كنت بعلق على مباراه الذهاب وكنت شايف في الملعب، شفت لقطه لوليد ازارو بس كنت شاكك فيها، انا متشكك. طبعا احنا تعب بحكم المهنيه والصحفيه اللي احنا اتولدنا من زمان الواحد في المجال الاعلامي، فسالت الطاقم الاخراج بتاع المباراه هل اللقطه وليد ازارو، هو وليد ازارو كان بيقطع التيشيرت، هل دي جت في التلفزيون؟ قالوا لا ما فيش جاتش اي حاجه بخصوص هذه اللقطه. وانا راجع في الطريق من الاسكندريه الى القاهره فوجئت بان كل مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي هذه اللقطه اللي تم تسريبها عمدا، اكرر عمدا، تجاه وليد ازارو. يعني نتفق على ايقافه، وانا بقول ان حتى لو ما كانش الاتحاد الافريقي وقفه انا كنت اؤيد تماما ان النادي الاهلي يوقف اللاعب ولا يرسله الى تونس في هذه المباراه، لكن هذه اللقطه بره قوانين الكاف اللي بتستند الى شريط المباراه نفسه، واللقطه ديت كانت بره شريط المباراه. ده بدايه كده. تمام. النقطه الثانيه اللي قلبت موازين مباراه العوده وهي اللي شدت الاجواء جدا سواء داخل تونس او خارجه، اللقطه اللي هي بتاعت ما حدث في مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير الغير اهلاويه. وانا في هذه النقطه بكرر دايما كاعلامي بقول اذا انت، انا شخصيا مع ان اي فريق بيمثل مصر احنا بنشجعه. اما كان الزمالك لعب النهائي سنه 2016 كنا كلنا بنشجع الزمالك، لما كان المصري بيلعب حتى السنه دي ووصل الى الدور قبل النهائي انا شخصيا زعلت جدا ان المصري خسر امام فيتا في مباراه الدور قبل النهائي، وكنت اتمنى انه يوصل النهائي ويحقق اللقب الكونفدراليه لمصر. كنت بشجع حتى وادي دجله والمقصه لما اشتركوا في البطولات. لكن اعلامي بقول اذا لم تكن تشجع النادي اللي بيمثل مصر فعلى الاقل تصمت. يعني ايه؟ مش هتقوم تنتقد خيرا او تصمت. بالظبط. فانت مش عايز تقول خير اصمت بقى، بلاش تنشر ما هو يسيء للكره المصريه من خلال ما حدث بعد المباراه. ما حدث بعد المباراه مش هلوم فيه الجماهير، دايما انا لا الوم الجماهير، الجماهير يا رد فعل. طول عمرها رد فعل. بالظبط، طول عمرها رد فعل ليه ما يحدث من المسؤولين، لكن ان يخرج مسؤولين من نادي الزمالك ومن انديه اخرى ومن محللين ومن مدربين ومن لاعبين ويبتدوا يتكلموا بشكل قاسي جدا على ضربات الجزاء وعلى الاحداث المباراه، ده خلى الشراره تزداد. بدا الجانب التونسي يطلع، خد الفيديو اللي هو نشره المصريين وهو الفيديو ده اللي تسبب في ايقاف وليد ازارو. ثانيا ان ابتدت الاجواء تشتعل في الجماهير التونسيه اللي هي كرد فعل لما حدث من الاعلام، مش هم جم من نفسهم. فبدات بقى ده اللي باشيد بيه جدا، باشيد بيه اشاده بالغه جدا، رد فعل العاقلين او العقلاء من الجانبين، العقلاء من الاعلاميين في مصر قال لك ان لا يمكن ابدا مباراه تهز اواصر علاقات بين مصر وتونس، وبدا الجانب التونسي، وانا اشيد الحقيقه انا اعرف حوالي 100 صحفي تونسي قمه الاخلاقيات، قمه المهنيه، قمه الثقافه الرياضيه، وكلهم الحقيقه كانوا بيرسلوني على طول على الماسنجر وعلى المواقع بيقولوا لي ايه التطورات، وكنت سعيد جدا بان واحد منهم الحقيقه بعت لي منشور كان بيان من اللجنه الاولمبيه التونسيه، لان هو المسؤول الاعلامي للجنه الاولمبيه، وهو تدخل بشكل قوي جدا في ان هو يطلع البيان دوت، وكان بيان ممتاز جدا الحقيقه. انا مش عارف بعض وسائل الاعلام تناولته، وانا تناولته في بعض الاماكن، لان بيان اللجنه الاولمبيه كان بيحتوي على ثلاث او اربع فقرات، كل فقره منهم بتنص على الروح الرياضيه
وبتنص على الأواصر العلاقة بين مصر وتونس. وأنا أشيد جدا الحقيقة بمحرز بوصيان اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية، وأيضا زياد الخياري اللي هو الصحفي المسؤول الإعلامي باللجنة الأولمبية التونسية على هذا البيان. دي كانت الصورة بشكل عام على مدار الأسبوع قبل مباراة العودة إن شاء الله النهاردة. لكن كناحية فنية بقى، دخلنا في التفاصيل الفنية مباراة النهاردة والاستعدادات النفسية والمعنوية وأيضا كمان الفنية. كيف ترى مباراة العودة النهاردة في ظل المعطيات المتعلقة بغيابات هنا وهنا؟ المعطيات بتاعت المباراة بدأت من مباراة الذهاب على طول، إن المعطيات فرضت على النادي الأهلي غياب لاعب أنا بسميه مسمار النهاردة كان في فريق النادي الأهلي لخبراته الكبيرة، ولأنه هو عنده خبرات مش بس على مستوى اللعب مع النادي الأهلي ولكن على مستوى اللعب مع منتخب مصر، وهو أحمد فتحي اللي أصيب في مباراة الذهاب، فبقى على باتريس كارتيرون من البداية إنه يجهز بديل، وهو محمد هاني طبعا اللي هيبدأ مباراة النهاردة. ده غياب أول. الغياب الثاني واللي أنا بعتقده إن هو غياب مؤثر جدا اللي هو غياب وليد أزارو، لأن وليد أزارو يعني مشاركاته الإفريقية منذ ارتدى قميص النادي الأهلي في مطلع الموسم الماضي كل مشاركات إفريقية إيجابية. وليد أزارو سجل 10 أهداف في 12 مباراة لعبها للنادي الأهلي على المستوى الإفريقي، يعني معدل تهديفه يقترب جدا من هدف في كل مباراة تقريبا بيسجل فيها. فوليد أزارو أنا شايف أنه كان عنصر مؤثر جدا. في المقابل نفس العنصرين اللي فقدهم النادي الاهلي فريق الترجي فقد عنصرين مهمين جدا، شمس الدين الزوادي اللي هو قلب الدفاع، وانا شايف ان 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 فقدان شمس الدين الزوادي بالنسبه لخط دفاع النادي الترجي اكثر تاثيرا من فقدان احمد فتحي بالنسبه لخط ظهر النادي الاهلي. ليه؟ لان الترجي يعاني بشده في منطقه قلب الدفاع، الامر اللي خلى يمكن في فريق الترجي في مباراه الذهاب يلعب خليل شمام اللي هو اصلا باك شمال يلعب قلب دفاع في مباراه الذهاب، وهيلعب النهارده للمباراه الثانيه على التوالي في قلب الدفاع، بيفكرني كده بايمن اشرف لما اضطر النادي الاهلي في ظل ازمه قلب الدفاع انه يلعبه طوال الموسم الماضي في مركز ايه قلب الدفاع وهو اصلا باك شمال. فخليل شمام لاعب في القلب هيلعب السنه المره دي برضه في القلب، بس في مباراه الذهاب كان غايب محمد علي يعقوبي للاصابه، فهيرجع محمد علي اليعقوبي ليلعب بجوار خليل شمام على حساب شمس الدين الزوادي اللي هو موقوف النهارده. الغياب الثاني انا شايف ان هو اكثر غياب تاثيرا في الفريقين معا، يعني اكبر غياب هو غياب فرانك كوم اللاعب الكاميروني لاعب الوسط اللي انا بعتبره من ابرز اللعيبه في الترجي التونسي على مدى مشوار الفريق في البطوله اللي بيشمل 15 مباراه من اول ما بداوا في التمهيدي وحتى ذهاب النهائي حتى الان. ففرانك كوم هيخلي فريق الترجي يغير اسلوبه تماما. ازاي بقى؟ مش هيبقى فيه في كلاعب ارتكاز موجود عنده خبرات غير فوسيني كوليبالي اللي هو اللاعب الايفواري اللي بيلعب في نص الملعب، هيلعب لعيب تاني من اللعيبه اللي هي بتلعب اكتر شادو سترايكرز او تحت راس الحربه، اما هيقوم بهذا الدور سعد بقير هيلعب جنب فوسيني كوليبالي، او هيقوم بهذا الدور غيلان الشعلاني على ان يقوم سعد بقير بدور راس الحربه المتاخر تحت راس الحربه الامامي في فريق الترجي. لان هو هنا افتقد الناحيه الهجوميه للترجي من منتصف الملعب من قلب الدفاع، الاختراق من قلب الدفاع، شغل النهارده كله هيبقى على الاطراف، لكن افتقاده لهذا اللاعب سيجعله مفتقد لاهم عنصر هجومي من قلب الملعب. من قلب الملعب ولا وعنصر دفاعي مهم جدا، خلي بالك فرانك كوم مش بس عنصر هجومي لان هو اللي بيبدا الهجمه، هو لعيب فصير كويس وانا شايف ان هو من افضل اللعيبه الافارقه عموما هذا العام، لا ده كمان دوره الدفاعي في ارتداده مع فوسيني كوليبالي، حتى لو فوسيني كوليبالي زاد شويه او اتحرك على الاطراف هو اللاعب المسمار في نص الملعب اللي بيسقط امام قلبي الدفاع. اذا كان فريق الترجي يعاني من قلب دفاعه السنه دي نقول ان بعد مباراه النادي الاهلي في الذهاب اهتزت شباكه حتى الان ب 13 هدف، 13 هدف طبعا ده عدد كبير من الاهداف يهزوا شباك نادي الترجي، وخط ظهره عموما هو اكتر خطوط في الفريق من وجهه نظري اللي عانت في مشوار البطوله السنه دي. بغياب فرانكوم كمان هيفقد خط الناحيه الدفاعيه عموما، التنظيم الدفاعي لنادي الترجي هيفقد كتير جدا، وهيلعب لعيب برضو مش رجليه في الملعب قوي اللي هو سعد بقير، سواء سعد بقير لعب بجوار فوسيني كوليبالي او لعبه 4-1-4-1 ممكن بقى يقوم فوسيني كوليبالي لوحده في نص الملعب، ويا ريتهم يلعبوا كده لان ده هيفتح خط الوسط تماما، وهيلعب بقى سعد بقير مع انس انيس البدري وغيلان الشعلاني، وهيبقى سعد بقير ومعاهم كمان يوسف البلايلي في ناحيه الشمال، هيبقى 4 تحت راس الحربة الامامي. مين اللي يلعب بقى؟ هل يلعب طه ياسين الخنيسي اللي لعب 15 مباراه مع الترجي السنه دي، لعب كل المباريات 15 مباراه ولم يسجل اي هدف، ظاهره غريبه جدا ان لعيب راس الحربه اللي هو بيلعب في نادي الترجي وبيلعب اساسي في كل المباريات لم يغب اي مباراه
ولم يسجل في أي مباراة، يعني رصيده صفر. بينما مثلا لعيب تحت راس الحربة زي أنيس البدري هو واحد من هداف البطولة أو واحد من أربعة هداف البطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف، وجايب يعني عامل إنجاز كويس جدا. فهيلعب النهاردة، هل طه ياسين الخنيسي هيلعب في الأمام ولا هيستبدله معين الشعباني راس الحربة الثاني هيثم الجويني اللي كان غايب مباراة الذهاب للإصابة وتم شفائه من الإصابة هيلعب النهاردة؟ في احتمال بسيط جدا لأن النادي الأهلي لن يغير طريقته عن 4-2-3-1، إن فريق الترجي غير طريقته مش بس إلى 4-1-4-1، إنه غيرها تماما بإنه عشان النهاردة محتاج يسجل هدفين على الأقل حتى يفوز بالكأس، فبالتالي هو ممكن يغير ويلعب بهيثم الجويني بجوار طه ياسين الخنيسي، يلعبوا الاثنين في الأمام على أن يكتفي في هذه الحالة بفوسيني كوليبالي لوحده ويلعب تحتيه 3، واللي يقوم بالدور الدفاعي من نص الملعب مع فوسيني كوليبالي يكون هو اللاعب غيلان الشعلان. هرجع لحضرتك لأن في تفاصيل كثيرة في مسألة الهدافين كمان في البطولات الأفريقية وترتيب هدافي الترجي مع هدافي البطولة الأفريقية والقيمة التسويقية لوليد أزارو في ظل أنه هو أبرز غياب النهاردة للنادي الأهلي. لكن أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وزميلنا شريف شعبان مع لقاء مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تحياتي لك زميلي محمد، تحياتي لضيفك الكبير طبعا ناقدنا الرياضي الاستاذ طارق الأدورة ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مستمرين داخل النادي الاهلي بالجزيره معي مدير الفرع ومدير المقر الاستاذ خالد مرسي. بقول لك اهلا بك على قناه الاهلي وتحيات الاستاذ محمد ليك والاستاذ طارق الأدورة حضرتك. اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي واهلا بالاستاذ طارق الأدورة وبكل الناس في الاستوديو. اهلا اللي بقى بتستعدوا ازاي لهذه المباراه الهامه؟ يمكن انا عارف ان الشغل على قدم وساق من صباح باكر جدا، استعدتوا ازاي لهذه المباراه المهمه؟ لا هي الاستعداد مش من النهارده الصبح، ده احنا من امبارح يعتبر ما حدش روح. زي ما احنا قلنا امبارح احنا على هبه الاستعداد وعلى استعداد كامل لاستقبال عضو النادي النهارده زي ما قلت امبارح للاحتفاليه ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه. احنا مجهزين اكتر من 11 شاشه بالمقر لاستقبال الاعضاء ومشاهده الماتش ان شاء الله. ثلاث شاشات عملاقه زي ما حضرتك، الشاشه الرئيسيه في الحديقه الرئيسيه عند المطعم الجديد والمبنى الجديد بتاعنا والملعب الترتان نمره 1، ودي الحقيقه ده مستحدث تماما. انا موفر اكتر من 5000 كرسي غير الكراسي الاصليه دي اضافيه تماما عشان ما فيش عضو يجي يلاقي فيه مشكله في قعدته ان شاء الله. ومظبطين الدنيا كلها، وانا بشكر اداره الخدمات معايا اللي من امبارح الحقيقه والامن اللي هم بصفه مستمره على هبه الاستعداد لان هو يزيل اي توتر واي مشكله في قعده العضو واي حاجه تعيق الرؤيه بالشاشه من الثلاث شاشات الكبار او اللي بالنسبه للصالونات اللي عندنا المقفوله. والحقيقه دي يعني كان اصرار من مجلس الاداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه بقياده طبعا العميد محمد مرجان، اللي انا بقدم له الشكر من هنا الحقيقه. من امبارح ما سابنيش وما سابناش كلنا، هو بصفه مستمره بكل اللي هو فيه هناك، وطبعا هو مشغول جدا هناك، لكن الحقيقه دائما الاتصال بيا للاطمئنان على سير العمل هنا عندنا ان احنا ازاي نستقبل العضو النهارده وازاي نبقى مرتبين ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه للاحتفاليه اللي احنا كلنا مستنيينها النهارده ان شاء الله الساعه 11. 5000 كرسي بلس الكراسي الموجوده، يعني لو جالك النهارده مثلا من 15 ل 20000 عضو النادي قادر على خدماتهم ان شاء الله. واحنا كان لينا تجارب قبل كده في مناسبات عديده زي شم النسيم، زي الماتش يوم الجمعه اللي فات اللي ماتش في استاد القاهره، زي اي حفله في اعياد او كده. الحمد لله احنا مستعدين والمنافذ عندنا مستعده كامل الاستعداد لتوفير كل متطلبات الاعضاء من مشروبات من اكل من كل حاجه. ويكفينا فخرا ان احنا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ان شاء الله بكل الاساليب اللي في الدنيا كلها هو النادي نمره 1 على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا ان شاء الله. النهارده تبقى التاسعه لينا بامر الله تعالى، والشكو حلو ليكوا ان شاء الله يبقى علينا كلنا جميعا. وكل الاعضاء اللي انت شايفها النهارده اللي بتتوافد باعداد غفيره جدا من الساعه قبل الماتش بخمس ساعات اهو، واحنا من الصبح الاعضاء موجوده وقاعده. بس انا بطمن كل الاعضاء مفيش حجز كراسي ولا حاجه، الكراسي متوفره باعداد كبيره جدا. اللي عايز يجي 25000 واحد النهارده مستعدين ان احنا نقابلهم ان شاء الله عشان كلنا نحتفل ان شاء الله الساعه 11 بالكاس التاسعه للنادي في مكانها الطبيعي النادي الاهلي. شكرا رئيس. شكرا جزيلا. شكرا. كان زميلي محمد ده كان لقاءنا مع مدير المقر الاستاذ خالد مرسي. التاسعه يا اهلي، الليله ليلتك يا اهلي باذن الله، دعواتنا ودعوات كل المصريين بفوز النادي الاهلي النهارده باحتفالنا النهارده الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، حلم كل الاهلاويه، حلم كل المصريين. زميلي محمد لك الكلمه مره اخرى، اتفضل.
شكرا لك زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من قلب قلعه النادي الاهلي بالجزيره، وكان في استضافته طبعا استاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي، مقر رئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. دكتور طارق، بعد هذا اللقاء بالتاكيد بنتكلم على الغيابات والناحيه الفنيه والهجوميه في فريق ترجي تونس، لكن لو عايز اربط ده بالناحيه الرقميه، يمكن القيمه التسويقيه من خلال موقع ترانسفير ماركت ترانسفير بيتكلم عن القيمه التسويقيه لهذه البطوله دوري الابطال هذا العام 150 مليون اورو، قيمة تسويقية كبيرة جدا، لكن أغلى لاعب في هذه البطولة من خلال رقم لقيمة تسويق لاعب وليد أزارو 2.8 مليون أورو. هذا الرقم لو بقيسه بالغيابات يعتبر هو أبرز غياب عن لاعب في نهائي دوري الأبطال؟ لا شك ان غياب وليد ازارو مؤثر جدا، وانا قلت لك في البدايه غياب مؤثر جدا، اولا ان القيمه التسويقيه دي بتقاس بمقاييس دقيقه جدا، اداء اللاعب عمل كام اسيست، سجل كام هدف، اداؤه قد ايه، اشترك في كام مباراه، يعني بتخش كده في مفرمه عباره عن كل بند ليه نقاط، وبالنهايه بيقيم هذه النقاط الى قيمه تسويقيه، يعني عايز اقول لك القيمه التسويقيه دي مش شرط ان مثلا يعني ممكن يعمل لك قيمه تسويقيه لميسي رغم ان هو قعد في برشلونه بقاله هو 12 سنه ما اتحركش من برشلونه، لكن ليه قيمه تسويقيه، يعني هو من غير ما يتنقل قيمته كذا، ممكن كريستيانو رونالدو قيمته كذا وهكذا. فوليد ازارو اللاعب الاغلى لانه فعلا لاعب مؤثر جدا، وانا لسه بقول لك ان هو تقريبا معدله التهديفي في بطوله دوري ابطال افريقيا، بالرغم من السنه اللي فاتت على فكره كان بطل الاهداف المهدره في فقدان الاهلي لللقب السنه اللي فاتت للاسف، رغم انه كان الافضل فريق بلا منازع، وكان قيمته التسويقيه تفوق ثلاث اضعاف وقتها نادي الوداد في قبل المباراه النهائيه على نفس هذا الموقع. فبنتكلم على القيمة التسويقية لوليد أزارو مؤثر جدا، وغياب وليد أزارو من وجهة نظري عن مباراة خارج مصر أكثر تأثيرا من غيابه عن مباراة داخل مصر، يعني لو كان وليد أزارو مثلا غاب عن مباراة برج العرب أنا شايف أن أثره كان هيكون أقل من غيابه بره. ليه؟ لأن في داخل مصر بيبقى الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بتلعب دفاع كومباكت شويه، ما بيدوش مساحات كبيره قوي للكرات الطوليه، فوليد ازارو بيبقى مخنوق شويه. اما بره مصر فريق زي الترجي النهارده كان بيلعب مهاجم وعايز يسجل هدفين على الاقل، مؤكد هيكون في مساحات اكبر في خط دفاعه، كان ممكن لعيب سريع وعنده السرعات في المواقف بدون كوره وبالكوره هيكون معاه مواقف اكتر للانفرادات ومواقف اكتر للتهديف، فبالتالي انا شايف ان هو من اكثر اللعيبه تاثيرا. طيب. بس برضه ما زلت مصر ان فنيا غياب فرانك كوم عن وسط ملعب فريق الترجي هو الغياب الاكبر والاكثر تاثيرا في المباراه بشكل عام. طيب دكتور، برضه انا عايز انبه وحضرتك بتتكلم معايا، طبعا احنا في بث مباشر مع مقر النادي الاهلي بالجزيره، والنهارده بالتاكيد في احتشاد لعدد كبير جدا لاعضاء النادي الاهلي في مقر الجزيره من خلال شاشات كثيره داخل المقر الرئيسي لمتابعه احداث هذه المباراه، بالتاكيد النهارده وعلى مدار هذا اليوم من خلال ملعب الاهلي وقناه الاهلي في بث مباشر منذ العصر حتى منتصف الليل باذن الله، متابعه لكل ما هو جديد سواء في المقر او في الفروع الاخرى في مدينه نصر والشيخ زايد، وايضا من قلب الحدث في رادس وفي تونس لمتابعه فريق النادي الاهلي ان شاء الله سواء قبل المباراه او بعد المباراه باذن الله، ويكون في احتفالات النهارده لان فوز الاهلي بيساوي فرحه شعب من امام هذا المقر التاريخي برج القاهره، مقر النادي الاهلي في افضل مكان واكبر مكان حيوي في جمهوريه مصر العربيه وسط القاهره، ان شاء الله النهارده يكون في افراح في كل شوارع مصر ابتهالا بيفوز فريق النادي الاهلي. طب دكتور طارق، واحنا بنتكلم اجواء بنقطع كلامك جميله جدا، اجواء حلوه قوي في النادي، ولو تشوف الجماهير بتتفرج الفرجه الجماعيه على شاشات بتبقى جميله جدا الاجواء فعلا يعني. اكيد يا دكتور. طيب واحنا بنتكلم عن قيمه وليد ازارو برضو في رقم مهم عايز اتكلم عنه، هو القيمه التسويقيه لدوري ابطال افريقيا 150 مليون يورو، وده داخل فيه اكيد طبعا مش المستوى الفني، داخل فيه البث الفضائي، متوسط اسعار اللاعبين، قيمه الدول اللي بتشارك في هذه البطوله وبتصل للنهائيات من خلال الرانكينج او التصنيف لهذه الانديه من خلال الدول اللي بتسعى ان هي تشارك انديتها في البطوله. 150 يورو بالنسبه للدوري ابطال افريقيا رقم كبير ولا رقم يعتبر جيد بالنسبه للدورات او البطولات الافريقيه؟ لا هو رقم كبير بس مش الرقم المكافئ الحقيقي لبطوله دوري ابطال افريقيا، على فكره دوري ابطال افريقيا مسابقه اتاخرت شويه في عناصر السبونسرشيب او اللي هي الرعايه وحقوق الرعايه والبث والكلام من ده، يعني مش زي دوري ابطال اوروبا اللي بدات مثلا تاخد يعني سوكسي جامد جدا عالميا من خلال حقوق البث ديت والسبونسرز اللي بيتولوا ادارتها، لدرجه ان عايز اقول لك على حاجه، دوري ابطال اوروبا البطل بياخد كام اما يفوز باللقب؟ بيتخطى ال 50 مليون يورو؟ لا الرسمي اللي هو من زي كده دوري ابطال دي جايزه أفريقيا. الفوز بالبطوله جايزه الفوز بالبطوله اللي هي من الاتحاد الاوروبي تمام كام؟ 13 مليون يورو.
انت عارف انت مثلا لما تشوف ريال مدريد السنه اللي فاتت خد كام من جوائز البطوله ككل بقى، يعني جوائز البطوله خد 72 مليون يورو، اذا كانت الجائزه الرسميه 13 مليون ما هي بتتخطى ال 50 بعد ما بتصل بقيمه حاجات كتير جدا. أيوة. الرعايه و و و خلي بالك بيتضاف بقى حاجات تانية احنا لسه مش فاهمينها، يعني لسه بتقول ايه ده اشمعنى الاهلي، لا ما ناخد زي الاهلي، لا ما فيش زي. يعني هقول لك على حاجه مثال كده بسيط قوي، مره يوفنتوس خرج من دور الثمانيه وخد اللقب، مش فاكر كان مين اللي خد اللقب، بس لا ريال مدريد ولا برشلونه مش فاكر، في سنه من السنوات الاوروبيه يوفنتوس اللي وصل لدور الثمانيه خد من عوائد البطوله اكتر من البطل. من البطل ليه؟ لان هو بيعتمد على مساحه الجماهيريه بتاعته وعلى حجم البث التلفزيوني اللي بسبب النادي ده، حاجات كتيره جدا عوامل. فما ينفعش المساواه، ما فيش حاجه اسمها مساواه زي زيك، لا ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها حقوق تسويقيه وفي حاجه اسمها ارقام بتتحدث عن كده. فبكلمك على 72 مليون يورو خدهم ريال مدريد بينما الجائزه الفعليه الاصليه 13، الباقي ده كله حقوق استثماريه. فبطوله دوري ابطال افريقيا اتاخرت شويه ان هي تعمل نفس النظام، لكن الحقيقه السنوات الاخيره بقت الخطى بتاعه تطورها وتقدمها زادت جدا، والدليل ان جائزه هذه البطوله كانت 1 مليون دولار فقط اول جائزه من 5 سنين. شوف بقى الجائزه دي زادت الى 1.5 مليون، ثم زادت الى من سنتين الى 2.5 مليون. مباراه النهارده الاهلي والترجي فقط، المباراه ديت 90 دقيقه دي عارف قيمتها كام كسوق؟ قيمه المباراه 90 دقيقه قيمتها، بس دي مباراه واحده 90 دقيقه قيمتها 4 مليون دولار. ليه 4 مليون دولار؟ والمتأهل الفايز، لا سيبك من الخسران، انا بتكلم على الفايز، انا بتكلم على الفايز ومن ثم التأهل. الفايز هياخد 2.5 مليون مشفيه كده، يعني ان شاء الله يكون النادي الاهلي ياخد 2.5 مليون. مشاركته، مجرد مشاركته في الدور الاول لكاس العالم للانديه، مجرد المشاركه، والنادي الاهلي على فكره هيلعب مع الفايز من الصين وولينجتون، مع 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 العين الامارات قصدي، ويلينجتون اللي هو بطل نيوزيلندا. دي مباراه التمهيدي في كاس العالم للانديه، دي المباراه الاولى. فهو رايح المباراه دي، حتى لو راح المباراه دي وخسرها ياخد 1.5 مليون كده برضو مش الحد فيه. الادنى الحد الادنى، ف 1.5 و2.5 يبقى 4 مليون. اضرب 4 مليون في السعر السوق دلوقتي يطلع تقريبا 72 مليون جنيه قيمة 90 دقيقة هتتلعب النهاردة. ده بس بوريك ايه، ان حصل تطور في الارقام، فالقيمة التسويقية اللي انت قلتها لدوري ابطال افريقيا دي هي قيمة كبيرة قياسا بما مضى، ولكن ليست القيمة التسويقية الحقيقية. انا بقولك من دلوقتي خلال 3-4 سنين بعد تطور دوري ابطال افريقيا وبقت النظام المجموعات من دور ال 16 وزادت عدد نقاطها وزاد القيمة التسويقية بتاعتها، هتكون في خلال سنوات قليلة قادمة ادى هذا الرقم 4 أو 5 مرات. طيب قبل ما اطلع لتقرير في امور تشجيعيه خاصه لفريق النادي الاهلي، عايز اتكلم برضو عن نسبه المشاهده في هذه المباراه النهارده، لان احنا عايزين نركز اكتر كمان في الناحيه الرقميه واحنا بنتكلم على مباراه نهائي افريقيا بالاهلي والترجي. دكتور، كل مباراه الاهلي مع الانديه التونسيه بتشهد حضور جماهيري كبير جدا، تحديدا مباراه الاهلي والترجي الكل قد يعتقد ان عدد الحضور الجماهيري فيها بيبقى بنسبه كبيره، لكن هل تتخيل ان اعلى المباريات الحضور الجماهيري كمتوسط هي مباراه الاهلي والنجم الساحلي، ثم تاتي مباراه الصفاقسي، ثم الترجي التونسي في الترتيب الثالث متوسط حضور 26%؟ مظبوط. المباريات اللي هي اللي انت ذكرتها ديت، وبالذات الاهلي والصفاقسي، كانت بتقام على فكره في ملاعب مش الملاعب المقرر اللي يتلعب عليها استاد رادس او الملاعب الاخرى. يعني اذكر ان مباراه الصفاقسي اللي انتهت بفوز ابو تريكا اتنقلت المباراه، لان طبعا هم كانوا عايزين جماهير اكتر، فطبعا جت جماهير اكتر في الملعب وغطت تقريبا كل جنبات الاستاد. انما عايز اقول لك ان الظروف اللي احاطت بالكره المصريه والكره التونسيه خلت الحضور الجماهيري مش هو الرقم اللي انت تتخيله بالزبط. موجود يعني مثلا مباراه الذهاب انا كنت موجود في استاد برج العرب وكان حاضر تقريبا فوق ال 60,000، يعني ممكن يكون 62,000 63,000 حضروا في الملعب من اصل 80 ساعه الملعب من اصل 80. طب لو الملعب ده يعني او انت عندك الظروف الامنيه المتاحه لان يجي العدد الاقصى، كانت اولا هتعمل مباراه في استاد القاهره، ثانيا ان استاد القاهره ده انا بتحداك العواميد زي استاد الاسماعيلي والانجلبرج كانت هتتملي جماهير، وفي كل حته أكيد. وفي الطرقات والسلالم وكل مكان كان ممكن الملعب ده يوصل الى 120,000. فانت بتتكلم في حاجه و60,000
كانوا ممكن يبقوا 120,000 لو الظروف طبيعيه. نفس الكلام كان تونس، يمكن تونس سبقتنا شويه، والحقيقه في حكايه الحضور الجماهيري هم كانوا زينا المباريات بدون جمهور، ثم بداوا يسمحوا لكل نادي بعدد معين، ثم بداوا يسمحوا تدريجيا لغايه ما هم سبقونا في كده. احنا كنا نتمنى ان الجماهير تكون حاضره من فتره كبيره، لو الجماهير حضرت من فتره كبيره كان هيبقى الاعداد مضاعفه في لقاء الاهلي والترجي في الذهاب. طيب طبعا هي مع الوضع في الاعتبار عدد المباريات، يعني الاهلي لعب مع الترجي 15 مباراه، لكن مع ذلك مباراه النجم الساحلي والاهلي 7 مباريات في دوري ابطال افريقيا، الصفاقسي 6 مباريات والترجي 15 مباراه، لكن اعلى نسبه حضور جماهيري كانت في النجم الساحلي 33.2. طب تعالى نكسب افريقيا ان شاء الله، تقرير مهم، تعالى نكسب افريقيا مع النادي الاهلي والنجمة التاسعة باذن الله. النهارده قادر من خلال جهازه ولاعبيه وادارته وجماهيري الفوز بالبطوله الافريقيه. مواجهه الترجي مواجهه كبيره ايضا، لكن دكتور طارق اخر 4 مباريات متتاليه عندك رقم قياسي في مباراه الاهلي مع الانديه التونسيه او تحديدا الترجي، بما ان النهارده المباراه النهائيه ده رقم عالمي. انا الحقيقه بحثت في بطوله اوروبا كمان الويفا تشامبيونز ليج من اول ما بدات سنه 56 وحتى الان لم يستطع اي فريق في تاريخ دوري ابطال اوروبا ولا دوري ابطال افريقيا نفسها انه يفوز على منافسه 4 مباريات متتاليه في عقر داره في ملعبه في ملعبه. ده عمله النادي الاهلي مع الترجي، فاز عليه في 2012 في النهائي بقياده حسام البدري اما فاز 2-1 بعد ما كانت عادل 1-1 في برج العرب، فاز عليه في الكونفدراليه 1-0 بعد ما كان فاز في القاهره ايضا 3-0 وقتها، او كان فاز في السويس، ده كان المباراه دي في السويس 3-0 في الكونفدراليه، فاز عليه 2017 في دور الثمانيه 2-1 بعد ما كانوا تعادلوا 2-2 في برج العرب، ثم فاز عليه في دوري المجموعه المره دي بعد ما تعادلوا 0-0 في القاهره، فاز عليه 1-0 بهدف ازارو في هذا الموسم، وده كان الفوز الرابع على التوالي. لو نجح النادي الاهلي ان شاء الله، انا بقول لك لو الناس بتسالني في كل حته بقول لهم انا متوقع ان النادي الاهلي هيكسب المباراه هناك، مش اللقب يكسب ان شاء الله، هيكسب البطوله بس يكسب هيكسب اللقاء هناك ان شاء الله باذن الله. ليه مش من فراغ؟ احنا مش بنتكلم كده بتمني او بتاع، لا بنتكلم بقدرات فنيه. يعني لو نتكلم كده بموازين القوه بدايه من حراسه المرمى، حراسه المرمى عند النادي الاهلي افضل لان محمد الشناوي في فورمه فنيه افضل من معز بن شريفيه، وحراسه المرمى والحقيقه في تونس بشكل عام مش بس في نادي الترجي بتعاني في الفتره في الاخيره فيها. عندهم رامي الجريدي اللي لعب المباريات الاخيره بينهم مباراه بريميرو دو اغوستو، غايب عن ما لعبش مباراه الذهاب، رجعه تاني معز بن شريفيه باعتبار انه حارس عنده خبرات. خط ظهر النادي الاهلي اكثر اتزانا من خط ظهر نادي الترجي اللي زي ما قلنا النادي الاهلي دخل مرماه طوال مشوار البطوله 9 اهداف بينما 13 هدف هزوا شباك فريق الترجي. النادي الاهلي سجل بما في ذلك مباراه الذهاب سجل 25 هدف بينما نادي الترجي سجل 23 هدف فقط، رغم على فكره نادي الترجي لعب مباراتين زياده، خلي بالك يعني نادي الترجي لعب لغايه النهارده 15 مباراه، الاهلي لعب 13 مباراه بس. فلما نقول ان الاهلي افضل هجوما والاهلي افضل دفاعا، الحارس المرمى افضل، خط الظهر افضل، حتى خط هجوم النادي الاهلي افضل لانه سجل اهداف اكتر وعنده يعني 2 من اللعيبه اللي سجلوا اهداف كتيره بيحتلوا المركز الثاني في قائمه الهدافين اللي هم وليد ازارو 6 اهداف ووليد سليمان الحقيقه اللي بيبدع وخرج كده بافضل مستوياته الفنيه في تاريخه في حياته الكرويه في سن 33 سنه. كل واحد منهم عنده 6 اهداف بينما في الفريق الترجي ما فيش غير انيس البدري هو اللي 7 اهداف متساوي مع بين مالانجو لاعب نادي مازيمبي وحميد احداد اللي هو كان بيلعب في الحسينيات اغادير قبل ما ينتقل لنادي الزمالك عنده 7 اهداف برضه ومعاهم انيس البدري 7 اهداف دول الثلاثه الاوائل 7 اهداف ما فيش فرصه امام حد منهم من مالانجو او احداد يسجل تاني فبالتالي انيس البدري هو اللي 7 في النهارده وليد سليمان لو سجل اي هدف هيبقى هداف البطوله وبعدد اقل من المباريات لانه هيبقى لاعب انيس البدري لاعب ال 15 مباراه بالكامل. النهارده لما يلعب يبقى 16 مباراه وليد سليمان هيبقى لاعب 13 مباراه بس فبالتالي ان وليد سليمان فرصته ان هو هيبقى هداف البطوله لو سجل اي هدف ومرشح للفوز بافضل لاعب مهاجم في دوري ابطال افريقيا وبالمناسبه هو وليد ازارو ضمن الثلاثه المرشحين لجائزه افضل لاعب مظبوط افضل مهاجم في دوري ابطال افريقيا مظبوط. الحقيقه وليد سليمان عمل انجاز تاريخي جدا على فكره هو مسجل في 5 مباريات متتاليه للاهلي سجل في الاتحاد السكندري في الدوري وسجل في مباراه العوده امام وفاق سطيف وسجل في مباراه الذهاب امام وفاق سطيف ادي مباراتين وسجل كمان في كان مسجل في مباراه الحريه يعني حريه في مباراه العوده هدف والاتحاد السكندري في الدوري هدف ادي 2 ثم سجل ذهابا وعوده في شبيبه القبائل ثم سجل في لقاء الذهاب في الترجي 5 مباريات متتاليه بقميص النادي الاهلي وليد سليمان بيسجل رفع رصيده التهديفي الى 16 هدف
في اجمالي اهدافه الافريقيه يرتفع الى 17 هدف، لانه كان جاب هدف لبتروجيت بيحتل بيهم المركز السابع تاريخيا في هداف النادي الاهلي اللي بيتصدره الخطيب. طيب دكتور، شوف الصوره في مقر النادي الاهلي بالجزيره، انت وكانك بتستعد للدخول لمدرجات في استاد القاهره، استاد رادس، مشهد كبير جدا. وعايز اقول لك الشاشه الكبيره، الشاشه العملاقه في مقر النادي الاهلي بالجزيره بتعرض من خلال طبعا مشاهد خاصه لقناه الاهلي والبث الحي المباشر من ملعب الاهلي التغطيه الخاصه بهذه المباراه الكبيره. كل بيستعد، الكل على هبة الاستعداد، ومن مقر الجزيره زي ما احنا شايفين هذا المشهد. نروح ايضا كمان لفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وزميلنا احمد كيوان عنده لقاءات وعنده استعدادات خاصه لهذا الفرع. اتفضل يا كيوان. شكرا لك زميل العزيز محمد سعيد، وشكرا موصول لضيفك الكريم كابتن طارق الادور وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. اليوم من داخل مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، النهارده مع مجموعه من اعضاء الجمعيه العموميه، يمكن محبين ومتهمين بالنادي الاهلي، كلهم مبتسمين، كلهم سعداء. ده معاك من اليمين، النادي الاهلي النهارده في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي، حابب اعرف رؤيتك للمباراه وتقييمك ان شاء الله هيكون لها ازاي. والله مش اول مره نلعب في دوري ابطال افريقيا، ومش اول مره نلعب في رادس، فان شاء الله ربنا هيسهل النهارده. يعني كفايه ان احنا كاسبين 3-1، يعني كفايه ان احنا هنجي نجيب جون كمان ونصعب الدنيا عليهم. هل في بعض المخاوف في فعالك شايفها، ولا شايف الامور هتمشي ازاي؟ لا خالص، ما فيش تخوف ولا حاجه، الاهلي مستعد لكل وقت وبيلعب باللي موجود معاهم من اللعيبه، وان شاء الله مش اول مره لينا ومش اول مره تبقى بنفس الظروف دي، كنا في اصعب منها وكنا بنكسب. توقعاتك نتيجه المباراه وممكن تلف جسمك شويه؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده، وتكون نتيجه طيبه، واحنا متعودين ملعب رادس هو ملعبنا يعني. اكيد نكسب كام النهارده؟ لا يعني هو المكسب في اجمالي المباراتين، لكن هي ممكن تكمل النتيجه 2-1 للترجي. 2-1 للترجي توقعي. لكن انت شايف كلمه السر في المباراه هيكون مين؟ ان شاء الله صلاح محسن لو نزل باذن الله يكون هو اختيار الكابتن بتاعنا الكارتيروني، يبقى هو اللي يبتدي اللقاء باذن الله. اكيد. يمكن بشكركم، ولكن لسه مكمل معاك محمد، يمكن على الجانب الاخر النهارده شافك سعيد ومبتسم ومتفائل. اكيد طبعا، اكيد انت سعيد طبعا، لان النادي الاهلي نادي كبير جدا جدا، وطول عمرنا الحمد لله عايشين يعني بنجاحه وبتوفيقه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ان شاء الله النهارده، وانا متوقع ان شاء الله النهارده هيبقى فيه فوز. بس هو انا كل خوفي من اداء التحكيم، هو اللي هو طبعا احنا متعودين عليه. يعني احنا طول عمرنا يعني الناس بتقول ان النادي الاهلي بياخد البطولات بالتحكيم ومش بالتحكيم، يرجعوا ويشوفوا كده النادي الاهلي عانى قد ايه، وقد ايه السنه اللي فاتت برضو يعني اتحرمنا من البطوله بسبب الحكم واللي قبليها، والجون بتاع انرامو اللي هو دخل بايده دوت الفضيحه اللي هي كانت كارثه بالنسبه لل يعني ما اعرفش يعني. طب ما اتكلموش فيها ليه الاتحاد الافريقي؟ طب وليد ازارو يقف ليه؟ يعني انا عايز اعرف الاتحاد الافريقي وقف ازارو على اساس ايه؟ يعني ويتقفل. لكن عاوز اروح معاك للمباراه، المباراه النادي الاهلي اكيد ناجح بطبيعته، فالنجاح دايما ليه منتقدين كتير عشان تبقى انت معايا في الصوره، لكن النهارده مباراه ممكن من وجهه نظرك شفت الاهلي يبدا ازاي؟ والله هو احنا يعني الاهلي بطبيعته ما بيشتغلش دفاع، يعني احنا مش متعودين على حته الدفاع دي نهائي، واي فريق بيلعب قصادنا بيفتح الملعب بيستقبل، يعني هو بقى يستقبل، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، بس اللعيبه تكون هاديه وتلعب بهدوء شويه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله، وباذنك يا رب يعني النتيجه هتبقى في صالحنا باذنك يا رب بمجموع المباراتين ان شاء الله. الناس موجوده من بدري وبتحجز كراسي انا عايز اقول لحضرتك ان انا هنا من الساعه 9 الصبح، يعني انا من الساعه 9 الصبح وعندي استعداد ان انا كنت ممكن ابات وارجع اجي من امبارح واقعد. انا النادي الاهلي بالنسبه لي هو كل حاجه، كل كيان، هو كل حياتي يعني بامانه. موفقين ان شاء الله، والتسعه اهلي ان شاء الله، التسعه اهلي باذنك يا رب، وان شاء الله وليد سليمان ان شاء الله باذن الله هيحرز هدف ان شاء الله النهارده. ان شاء الله التسعه اهلي ان شاء الله. مين يجيب الاجوال؟ الاجوال وليد سليمان وصلاح محسن. صلاح محسن. مين يجيب الاجوال تاني؟ وليد سليمان واتوقع صلاح محسن ان شاء الله. التسعه اهلي؟ التسعه اهلي. التسعه اهلي. شكرا. اكيد يمكن الحديث من كل الاهلاويه المتواجدين في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، يمكن كلهم مبتسمين، كلهم متفائلين، ويمكن احدهم موجود من الساعه 9 الصبح، يعني فرق 12 ساعه بين المباراه واذاعتها، لكن في النهايه هو سعيد بتواجده وسعيد بتشجيعه وسعيد باهتمامه بالنادي الاهلي. يمكن دي اخر ما لدينا هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد. محمد اليك الكلمه، ولك بكل جديد اول باول. شكرا لزميلنا احمد كيوان من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وبالتاكيد متابعه جماهيريه كبيره جدا لهذا الحدث الاستثنائي نهائي افريقيا بين الترجي والاهلي. لكن دكتور طارق، هذا الاهتمام الجماهيري مدى انعكاسه على اللاعبين نفسيا، اللي بالتاكيد السوشيال ميديا والفيسبوك والكل بيتحدث، كل ده اكيد واصل للجميع، واصل للعيبه وللجهاز في المباراه هناك.
في ده اهتمام كبير جدا من الجماهير. مظبوط. هو طبعا الضغوط بدات تزيد في السنوات الاخيره بعد بالذات السوشيال ميديا ما بقت بتقوم بالواجب يعني في احداث المهاترات طاره وشحذ الهمم طاره اخرى, فيعني دايما بتبقى ليها دور كده. انما عايز اقول لك اللي بيفرق مع اللاعبين هو الخبرات التراكميه. عشان كده ايه النادي الاهلي قيمته الافريقيه ليس في ان هو مثلا عنده 8 القاب دلوقتي من دوري الابطال, ولا هو يحمل الرقم القياسي لكل الالقاب الافريقيه. يعني عنده 8 القاب دوري ابطال وعنده 4 كاس كؤوس اللي اتلغت فخلاص مفيش حد هيعديه, وعنده 6 سوبر بجانب اللقب طبعا الكونفدراليه اللي حققه. والنادي الاهلي واحد من 3 انديه فقط حط اسمه على جميع المسابقات الافريقيه. البطولات الافريقيه المتاحه كام؟ 4. دوري الابطال ادي 1, كاس الكؤوس ادي 2, كاس الكونفدراليه ادي 3, السوبر ادي 4. النادي الاهلي خد الاولانيه اللي هي دوري الابطال 8 مرات, خد الثانيه اللي هي كاس الكؤوس 4 مرات, خد الثالثه اللي هي الكونفدراليه مره, خد الرابعه اللي هي كاس السوبر 6 مرات. فعنده من الالقاب 4. تاريخيا ما فيش انديه في افريقيا طبعت اسمها على الكاس في الاربع كؤوس يعني الا 3 انديه فقط, منهم النادي الاهلي. النادي الثاني هو الترجي اللي بيلعبوا النادي الاهلي النهارده, بس طبعا الترجي عنده في كل مسابقه عدد اقل بكتير, يعني بدل 8 في دوري الابطال عنده 2 دوري ابطال بس, بدل 4 كاس كؤوس عنده 1 كاس كؤوس, عنده بدل واحده بدل الكاس الكونفدراليه واحده هو عنده بطوله واحده برضو زي النادي الاهلي. بالنسبه للسوبر النادي الاهلي عنده 6 هو عنده 1, يعني مجموع القاب النادي الترجي من البطولات الاربعه 5, بينما هم 19 بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الثالث غير الاهلي والترجي اللي طبع اسمه على الاربع كؤوس افريقيه هو نادي شبيبه القبائل الجزائري. 3 انديه بس منهم طبعا النادي الاهلي, وهو واخد الرقم القياسي للفوز بكل الالقاب, فدي طبعا حته بتسجل في تاريخ النادي الاهلي. اعود بقى للخبرات التراكميه اللي احنا بتتكلم عليها. الخبرات التراكميه دي بتيجي مش ان لعيب, يعني ممكن لعيب مثلا زي رمضان صبحي لما كان بيشارك هو في النادي الاهلي بيشارك لاول مره بس واخد خبرات من لعيبه سابقاه, فتلاقي اللعيب اللي هو عنده 18 19 سنه ده ممكن بعد سنتين يبقى عنده خبرات لعيب عنده 30 40 سنه في 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 دوله ثانيه, لان هو موجود النادي الاهلي على طول في كل البطولات الافريقيه. على فكره حتى لو رجعت برضو النادي الاهلي اكثر تاهلا لدوري المجموعات, النادي الاهلي اكثر مشاركه في البطولات, النادي الاهلي لعب اكبر عدد من المباريات, النادي الاهلي سجل اكبر عدد من الاهداف وعدد عدد المباريات النهائيه, ولعب اكتر عدد من المباريات النهائيه. كل الارقام القياسيه, تخيل ان الارقام القياسيه لبطولات افريقيا كلها هي 30 رقم, النادي الاهلي عنده منهم دلوقتي 28 رقم. وفي رقم تاني يا دكتور كمان, اكتر لاعب حمل دوري ابطال افريقيا وثاني اكتر لاعب حمل دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي. طبعا طبعا ده غير ارقام, بقول لك 28 رقم, احنا ممكن لو قعدنا نقول فيهم ساعه يعني 28 رقم. الارقام من الارقام القليله اللي مش بحوزه النادي الاهلي. تخيل ايه رقم الهداف اللي كان الخطيب قعد حوالي 50 سنه في بطولات افريقيا كان هو الهداف, جاب 37 هدف. بس طبعا قيمه الخطيب انه جاب اهدافه ال 37 في 50 مباراه, يعني تقريبا 3 ارباع هدف في كل مباراه, وده عدد كبير جدا. اللاعب اللي هو تريزور مابيمبوتو هو الهداف التاريخي لبطولات افريقيا للانديه, جاب 43 هدف, هو ده من الارقام القليله اللي تم كسرها. بينما الخطيب برضو عنده رقم قياسي تاني غير انه اعلى لاعب مصري سجل اهداف, انه اللاعب الوحيد اللي سجل هدف على الاقل في كل مباراه لعبها بقميص النادي الاهلي على مدى الفتره من سنه 76, اول مباراه لعبها النادي الاهلي في بطولات افريقيا كانت امام مولوديه الجزائر في لقاء الذهاب في دور ال 16, فاز 1-0 بهدف جابه الخطيب. وحتى مباراه المولوديه برضو بالصدفه في سنة 84, تحسب كده من 76 ل 84 8 سنين لم يشارك الخطيب في أي مباراة إلا وسجل. أول مباراة يلعبها وما يسجلش فيها كان بيلعب على فكرة, وفي المباراة دي مولودية فاز النادي الأهلي 3-1, هو ما سجلش. أول ما خرج احتسب ضربة الجزاء, لو كان موجود كان سجل منها برضه, كان استمر مسلسله التهديفي, لكن ساعتها على ما أذكر مجدي عبد الغني هو اللي سجل الكورة. ويعني 8 سنين الخطيب بيلعب مباريات ويسجلها, ده واحد من الارقام القياسيه على فكره اللي ما حدش كتير يعرفها يعني. وفي رقم قياسي بس انا متحفظ عليه دلوقتي, مستني بس يا رب تعدي البطوله ونكسب دوري ابطال افريقيا, لان على مدار مشوار الاهلي من 82 تحديدا في دوري الابطال حتى 2013, يعني ان شاء الله نقول كمان 2018 لغايه 2013, كابتن محمود الخطيب سواء لاعب او اداري دائما مرتبط تواجده في كلاعب في النادي الاهلي او حتى على المستوى الاداري, الاهلي يفوز بكل البطولات الافريقيه كدوري الابطال.
تكمل النهارده ب 2018 ونتحدث عنها بالتاريخ بدايه من 82 87 و2001 5 6 8 12 13 وان شاء الله يبقى 2018. ده طبعا واحد من الارقام زي ما قلت لك للنادي الاهلي. قصه كده مرتبطه بين الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي والاميره الافريقيه. بالظبط، قصه موجوده كلاعب. طبعا هو لاعب كان موجود على فكره في 82 بازهى صوره، لانه سجل في المباراه النهائيه وقتها في كوتوكو في القاهره اتنين هدفين، وكان علاء ميهوب جاب الهدف الثالث 3-0 على كوتوكو، وجاب هدف العوده بتاع كوتوكو. هو تاني اكثر هدافي الاهلي في النهائيات بعد ابو تريكه اللي سجل 4 اهداف على فكره في النهائيات ابو تريكه. والخطيب برده كان موجود في 87 بالمناسبه امام الهلال السوداني، كانت مباراه اعتزاله يعني، بعدها على طول خرج لف الملعب كله وطبعا احتفل مع جماهير، ان دي كانت اخر مباراه للخطيب في الملاعب كلاعب. بعد كده بقى كاداري، كنائب رئيس للنادي وكاداري في النواحي الاداريه ككلها، كان موجود في كل لقب الألقاب اللي حققها النادي الأهلي. تكمل بس يا رب النهارده على خير، لان دي قصه محتاجه فيلم تسجيلي، فيلم وثائقي عن الارتباط الجميل ما بين الاميره الافريقيه والنادي الاهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب كلاعب وكابتن الاهلي ومع مجلس الاداره. طيب دكتور طارق، برضه عايز اتكلم في جزئيه حراسه المرمى في الجانبين، حضرتك اتكلمت فيها قبل ما نطلع لفاصل للشيخ زايد. حراسه المرمى، يمكن حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مصر في كاس العالم محمد الشناوي، حارس لاول مره منذ سنوات طويله فاروق بن مصطفى ليس حارسا في فريق الترجي، يمكن هو حارس بيلعب في الدوري السعودي، لكن معز بن شريفية ابتعد لفترة عن حراسة المرمى في المنتخب، حتى رامي الجريدي اللي جاء من الصفاقس للترجي بعيدا عن المشاركة في المنتخب التونسي. قيمة وأهمية هذا المركز بخبرات الشناوي كجاء من كاس العالم والناحية الأخرى في الترجي التونسي. بص، طول عمر حراسة المرمى في تونس بشكل عام، مش بتكلمش على الترجي بقى، كانت مركز مميز يعني، بداية من في السبعينات عالتوجة عطوقة يعني الحارس الكبير اللي كان واصل بيهم لكاس العالم 78 في المكسيك، وكان حارس من الحراس المميزة جدا. جاء بعد كده حارس مميز جدا كان له يعني أدوار بديعة مع المنتخب التونسي اللي هو شكري الواعر، وكان معاهم في كل البطولات الإفريقية، والحقيقة كان حارس مميز جدا ولعب معاهم كاس عالم. جاء بعد كده حتى معز بن شريفية وأيمن المسلوثي كان لعيب حراس مرمى مميزين قبل ما معز يتأثر مستواه في الفترة الأخيرة. لكن عايز أقولك إن حراسة المرمى مش في الترجي بس، في تونس بشكل عام يعني بشكل كبير جدا تأثرت. شفنا في كاس العالم حتى إن وصل إلى إن تونس بتلعب بالحارس الثالث وما عندهمش حراس تانية بدلاء، لأن أصيب الحارس الأول والثاني. فحراسة المرمى بتعاني في تونس، سواء معز بن شريفية الحقيقة أو رامي الجريدي اللي هو لعب مباراتي بريميرو دو أغوستو في الدور قبل النهائي، في الاثنين أقل في المستوى من محمد الشناوي دلوقتي اللي بيشهد أفضل مستوياته، ويمكن عنده شوية كده هفوات بسيطة، لكن هو محمد الشناوي في أعلى مستوياته. وأعتقد إن حراسة المرمى لو قيمناها في الناحيتين، لأن أنت لسه باقي لك شوية فنيا، قيم خط وقيم الاداء التكتيكي بشكل عام، هتلاقي فيه فروق فنيه كبيره بين الاهلي والترجي ومنهم مركز حراسه المرمى. طيب دكتور، لو اقيم برضو نقطه احصائيه متعلقه بمباراه الاهلي والترجي التونسي، اخر مباراه تحديدا اتلعب فيها 98 دقيقه. اولا نسبه مباريات فوز الاهلي على الترجي التونسي تصل لحوالي 40%. يمكن الاهلي لعب مع الترجي التونسي حوالي 15 مباراه، الاهلي فاز 6 تعادل 6 خسر 3، ليه 18 هدف عليه 12 هدف، فنسبة فوز الأهلي 40%. معدل التسجيل للأهلي في مرمى الترجي 1.6. الأهلي فاز على الترجي بالمباراة الذهاب دي 8 انتصارات بالفوز الأخير ده، بالفوز الأخير 8 انتصارات دول. الشيء الغريب بقى أن 8 منهم 4 فقط في القاهرة و4 في رادس، يعني 4 على نفس الملعب في رادس، يعني نص انتصارات الأهلي جاءت في عقر دار الفريق التونسي. طيب النهارده انت مباراه بالتاكيد انت رايح 3-1 ومحتاج تجيب هدف من هجمه مرتده، او هتلعب بالتاكيد بزون دفاعي، ده التوقع الفني لشكل مباراه النهارده. عايز اتكلم تحديدا عن الكونتر اتاك بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الكونتر اتاك في فريق النادي الاهلي على مدار البطوله بدءا من مباراه مونانا الجابوني حتى مباراه الترجي التونسي نسبه النجاح فيه 35%. يقدر النهارده من خلال هذا الرقم اللي نقدر نقول مش رقم سلبي، لان الاهلي دايما ليه طريقه فنيه مختلفه تماما عن الفرق الاخرى. الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر بيكسب، فبالتالي الكونتر اتاك مش محتاجه بنسبه كبيره، انه بيهاجم خارج مصر اساسا. لكن النهارده في مباراه زي دي كونتر اتاك وانت عندك نسبه 35% كمجمل كل مباريات دوري الابطال هذا الموسم، تقدر تقيس عليها الشكل ده، ولا الاهلي النهارده في مباراه استثنائيه ملهاش علاقه بالنسبه دي؟ لا، هو طبعا هذا الامر يقاس من ضمن مقاييس كره القدم. وان عجبني قوي الاحصائيه اللي انت طلعتها دي، لانها احصائيه جميله جدا. الوقت العالم كله بيتكلم لغه الارقام، مفيش زي زمان العب وخلاص وتبقى انت مش عارف اي ارقام عن الفريق اللي بتلعبه. لا، انت كونك تعرف ان اكتر من تلت الكونتر اتاكس
اللي هي بتنظم بشكل منتظم ان يسجل منها النادي الاهلي، دي نقطة قوة رهيبة جدا. عشان كده يمكن انا قلت لك ان غياب ازارو عن مباراة العودة اكثر تأثيرا من مباراة في القاهرة. النادي الاهلي بيبقى مسيطر على 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 مباريات اللي بتتلعب على ملعبه، بينما بره ملعبه بيبقى مرتد اكتر، عامل دفاع كومباكت اكتر. لكن بالمناسبة ديت انا عايز اقول لك ان المباراة اللي زي كده افضل شيء ليها ان هي بتتقسم لمراحل، سيناريوهات لا مراحل كمان. يعني انت بتفترض ان انت بتنزل اول دقائق، مش معنى كده انك بتأدي اداء دفاعي بس بتلعب دفاع كومباكت، مضيق المساحات، مش مدي فرصة للمساحات اللي ممكن يستغلها فريق الترجي بالسرعات بتاعته، وبالذات انيس البدري في اليمين ويوسف البلايلي في الشمال، فبتقفل الخطوط دي عليهم. فالجزء الاولاني ان نص ساعة يجب ان النادي الاهلي يحافظ على شباكه نظيفة. طبعا هتقول لي الله، طب ما ممكن قدر ربنا ان النادي الاهلي يهتز شباكه، وده حصل. عايز اقول لك ان مباراه السنه اللي فاتت في دور الثمانية حصل نفس الموقف، ان حسام البدري نزل بيامن دفاعاته، كان متعادل 2-2 في القاهره، يعني لازم يسجل في المباراه دي عشان يتجاوزها، ورغم ذلك امن دفاعاته اول نص ساعه. جاء في الهدف اللي هو سجله طه ياسين الخنيسي لو تفتكر، كان تقريبا من الدقيقه 22 او 23 من الشوط الاول، فبالتالي اهتز شباكه في الاول، استمر على ان هو ما الشوط الاولاني ما يجيش فيه مزيد من الاهداف. نزل بقى عمل السيناريو 2 او الخطه الثانيه البديله، اللي هو لازم ينزل عايز يسجل هدفين، فنزل في بدايه الشوط الثاني هو اللي بيهاجم، هو اللي مسيطر على الاجواء، هو اللي ضغط على فريق الترجي في نص ملعبه. لو تفتكر جاب جولين بتوع علي معلول وبتاع جونيور اجاييه اللي فاز بيهم بالمباراه. نفس الكلام سيناريو مباراه نهائي 2012، النادي الاهلي كان متعادل 1-1، نزل اول نص ساعه مامن، الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأولاني ابتدى يضغط على فريق الترجي، سجل هدف بتاع جده بعرضية السيد حمدي في مباراة الهلال مباراة وليد الهش، وبعدين بالظبط بعدين الثانية المباراة العودة على طول الشوط الثاني على طول ابتدى هو اللي يهاجم، ابتدى يسجل هدف ثاني بتاع وليد سليمان، جاب ضربة جزاء كمان اللي ضيعها أبو تريكة وقتها، كان ممكن تبقى 3-0. يعني قلب موازين المباراة بأنه قسم المباراة. من وجهة نظري نفس السيناريو، نص ساعة أنت مأمن بعد كده تبتدي تهاجم. ان شاء الله لو النص ساعه الاولانيه مرت دون ان تهتز شباك النادي الاهلي، النادي الاهلي هيخرج فائز بهذا اللقاء. دكتور طارق الادور انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وفي ارقام وثائقيه تتعلق بقيمه هذه المباراه النهائيه، نتمنى التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، ومبارك للنادي الاهلي بحصوله على الاميره الافريقيه التاسعه، يقترب شويه من ريال مدريد. ريال مدريد عنده 13 لقب اوروبي، بس ريال مدريد فاز باربع القاب في اخر 5 سنين، اما النادي الاهلي خد الاميره الافريقيه الثامنه سنه 2013، كان ريال مدريد عنده 9. فريال مدريد زود رصيده في هذه السنوات الخمسه 4 ألقاب زياده، 2014 ثم ال3 سنوات الاخيره. النادي الاهلي آن الاوان انه يقرب تاني هذه المعادله ويقرب من ريال مدريد. شكرا جزيلا دكتور طارق، بالتاكيد حدث مهم جدا، مباراه نهائي افريقيا، محتاجين نروح لتونس مباشره مع زميلنا كريم احمد، عنده الاجواء والظروف هناك بالنسبه لفريق النادي الاهلي وجماهير الاهلي اللي سافرت تونس. لكن بعد هذا اللقاء والبث الحي المباشر مع زميلنا كريم كابتن سيد عبد الحفيظ، وبدايه الفقره الفنيه لملعب الاهلي اليوم الاستثنائي نهائي افريقيا، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي.